ماذا ترى يا صديقي؟
Ugh.
عالية لا يمكن التنبؤ بها. لكن الآن مع وجود الإخوة ليلى تعرض للإهانة. أتوقع ذلك. شیوه مدارای منظم
صاحبي بعد ذلك. أرشدني يا أظن ذلك مضحكا. انتظرني هذا أنت. جلو يا سنغافور. انتشرت الشائعات حول تلك النظرية الفلكية الجديدة. لا شأن لك هنا. في كتاب جوامع علم. لكن حتى هو يسلم بأنه
جديدة. ألا يشغلكم أمر عودتكم بها من حيث أتيتم؟ توجهوا لآصف بائع الجمال من أجل أفضل دابة تجتاز رمال الصحراء، والخليفة يؤيد هذه الرسالة. يا أهالي بغداد، يحذرنا علماؤنا من أن الدلائل تشير إلى حدوث فيضان نهر دجلة هذا الموسم، لذا نرجو تأمين منازلنا. هذه دعابة الحصول على الجص تحسب الإصلاحات اللازمة. سلاما يا صاحبي. أهلا ومرحبا. ما المتاح اليوم؟ تفضل رجاء. كل الأمر يتعلق بالنسيج. لا شيء أكثر. أراك لاحقا. مع السلامة. أيها الناس، يذكركم الخليفة أن السرقة ممنوعة في بغداد نبعا بادا، إلا أنكم على إبقاء أكياس نقودكم تحت أعينكم، وإلا وقعت فريسة من ذهب في الشارع. مضحك، لكنني سمعت كل تلك اللفاتة في الأرض حتى أتعرض للإهانة. أيها الناس، احذروا من مجرد أن تعرض للمسافرين على حجاب بوابات. تحياتي. سعدت بلقائك.
لنرى ما المتاح. إليك ما أتاني. أيحتاج عتادك إصلاحاً؟ أدوات نافعة دائماً. لا شيء آخر؟ أسعار الأفضل لك، أنا في خدمتك. أهذا أنت حقاً؟ كم تسرني عودتك. يجب أن أنصرف الآن. وداعاً. برغم ما يحتدم ماذا؟ أين؟ هناك لص يحوم بالأنحاء. أيها الحرس، هل يحصل أولئك الشرقيين؟ هل تظن أن الأتراك سيتحركون ضد الغرب؟ تشرفت. تسرني رؤيتك. سأغادر إذن. رحلة آمنة. Ha
رأيي يا مستر لست مهتما اذهب لا يمكن ان تكون بتلك السعيده انصرف بعيدا هدئ من روعي
ساعدني بشأن رحلتي. تفضل امضي بعيد عنه. متعوا اعينكم بهذه الفخامة. لاصلاح المشكلة انه هو الخطر وسيسرني كثيرا. حدث الشغب قرب الدرج الماضي حين خرج سكارى النصارى عن السيطرة، اذ كان الرجال يرتدون ثياب النساء ويرقصون في شوارع مر فيها بعض الصوفيين. وتخيل بقية القصة. مهلا. كبدت ما هو. ألم أكن أحمل كيس الفضة؟ يا إلهي. أصبت برمح. أين الحرس؟ ساعدوني أرجوكم بسرعة. لقد تعرضت للسرقة وهذه ليست المرة الأولى. النجدة، أنتم بناء أيها السارقون. المزيد بالطبع، أعتقد أنه يجب العودة إلى كل ما فإني عثرت على مكان جديد في العتادية شرق الأسواق الأربعة مباشرة. الشاحبين ذوي الشعر الطويل، وقد قتلت بضعا منهم. إنهم محاربون شرسون وماهرون، وكذلك أنا. من هاجم المتمردين؟ بل كان أنا. لقد كان مشغولا. أتذكر عن على طول تعرض لكذا؟
قليل من قطاع طرق قرب مسجد بوراكا. الحمد لله. انتظر لحظة. درويش باسم عزيزي، ظننت أنك مت. ما كنت أخشاه لك أيضا. ما الذي تفعله هنا؟ إن ملابسك، أنت واحد منهم الآن؟ كيف؟ مستتر، أعمل تحت قيادة روشان. اعذرني، هذا لا يصدق. حين لم أعثر عليك وسط الموتى رجوت أن تكون قد فررت بشكل ما. قضيت ليال أدعو الله أن تكون حياً وأن يرزقك السلامة، واليوم أجاب الله دعائي. لست جديراً بدعائك. لم يكن ما حدث في تلك الليلة بسببك، بل كان من عمل رجال أشرار، تعلم هذا، ولهذا اخترت أن تمضي في هذا الطريق، ولهذا التمست أنا طريقي إلى بغداد. إن عليا ابن محمد رجل طائش ويحسب نفسه بطلا عظيما في إحدى النبوءات. كم أبغض ذلك الرجل، لكننا نقاتل عدوا واحدا، عدو يجب أن أهزمه إذا أردت لنفسي السلام يوما. إذن فما قيل صحيح، أنت التاجر المتمرد الذي كان يساعد نور. ماذا حل به؟ إنه يجاهد للبقاء حياً، لكنه آمن وسط قومنا. سأكمل عمله وأطارد طغاة بغداد. كان علي يساعد نور على الاقتراب من مثل هذا الرجل، لكنه اختفى منذ ذلك الحين كما تعلم. لم يختفي، بل وقع في الأسر، وهو مصير تقاسمه العديد من المتمردين مؤخراً. هل تعرف أين مكان احتجازه؟ لقد اقتادوه إلى بوابة بيت حرس خراسان، لكن مضى على ذلك عدة أسابيع. صرت تنصرف مثلهم. تسرني رؤيتك مجددا. انتبه لنفسك، قد يرعاك الآن من هو أفضل مني، لكنني ما زلت عجوزا لحوحا. ويا باسم، إذا شعرت يوما بالقليل من اللصوصية فزرني، يمكنني الاستعانة بمساعدتك، ولهدف نبيل بالتأكيد.
ذكرت أنك تحتاج إلى مساعدتي يا درويش في إدامة التمرد على ما أفترض. بالفعل تساعد النقود بشكل كبير في ضمان ذلك، لكن من الصعب الحصول على نقود من دون الأملاك المناسبة. ألقي نظرة. أسمع أن عدداً من العناصر النادرة والفريدة تبطن جيوب بعض قومنا الشرفاء. أحضر إلي ما يحملونه يا باسم وخذ نصيبك. يعتني الرجل الحكيم بعتاده. أيها الكسول، لابد أنك تعتمد على مثل تلك الألعاب. ابتعد عن المشكلات. مع السلامة يا باسم. بل كان أنا لقد كان مشغولا بالتبول على نفسه. يصيبني بحكة شديدة، علي أن أحشوها في قليل من أقوم الشاخ. لا مصنوع.
جانب بعضنا. وإذا سقط أحد، لعل بيشي هو من يحشد الرجال، يقف إلى جواره. لقد تمزق شملنا وانقسمنا، لكن ها نحن باقون هنا، وما دام نبض في صدورنا فسيستمر هذا القتال. اشحذوا أسلحتكم وادعوا الله أن يهدينا سواء السبيل. إنني أرى اليوم نصرا مؤزرا يلوح في الأفق.